Live coverage. حسن صباح الخير. صباح الخير لكل يلي عم بتابعونا بهيدا الوقت. مثل ما قلنا لكم نحن هلأ موجودين بكوربوفينو. كوربوفينو يلي عندهم أكيد مركز سبا وعندهم مركز آخر هو كلينيك. المكان يلي أنا موجودة فيه اليوم هو السبا، فهن جيراننا، جيران ستارف أم. بدي أقول صباحو لرولا واللي هي مديرة كوربوفينو. رولا صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. عم تستقبلونا بكير، عم نعمل صبحية معكم كل يوم الصباح. رولا رح نحكي اليوم عن موضوع طبعا بهم الكتار، مشكلة الوزن الزايد، مشكلة الدهون المتراكمة. هي مشكلة اليوم بيعاني منها الرجل وبتعاني منها المرأة. بنعمل كتير دايت، أوقات بنخسر وزن نرجع بناكل، بنرجع بنكسب الوزن يلي خسرناه. في كتير ناس ما عندها وقت تمارس الرياضة. فاليوم مباشرة من كوربوفينو كيف فينا نخبر ونطمن الكل عن طرق جديدة وسبل جديدة اليوم عم تقدروا تأمنوها من كوربوفينو فينو ليلي بدهم يخسروا وزن أو حتى يمكن بدهم يعملوا ريشيبينج لجسمهم؟ مزبوط. هلا هو الوقت الواحد بده يضعف، مثل ما بقولوا مش كل شيء بيمشي على الكل. مش هيك نحن على طول اول ما بتجي الست لعنا بناخذ لها نسبه الدهون، نسبه العضلات، ونسبه المي بجسمها حتى نعرف اي تريتمنت هي بيمشي معها. هلا في منهم بيكون بس عندهم بدهم يكسروا دهون، بدهم يشدوا عضلات، يعني ديبندز على الريزلتس تبعهم بنقرر لهم اي برنامج هن بيحتاجوه. هلا وانس قررنا اي برنامج، اذا كان هي بدها تنزل وزن ولازم تنزل وزن، بنحطها على دايت معين بتمشي عليه اكيد، وبنطلب منها مثلا 3 مرات بالاسبوع تمشي وثلاث مرات بالجمعه عاده تجي لعنا على السنتر. تجي لعنا على السنتر في عنا كتير مكانات، مثلا في مكانات بتشد العضلات، في مكانات بتكسر الدهن، في مكانات بتفتت الدهن بعدة طرق، البايو ستيميليشن ماشين، في عنا الانفراريد، في الراديو فريكونسي، في عدة طرق. يعني مش كل شيء كل زبونة بتفوت لعنا بتعمله. هيدا اللي بيميزنا نحنا شوي عن غيرنا، انه كل ست بيكون عندها بروجرام خاص فيها، وخاصة هيك برامج بتمشي على الستات اللي مثلا عندهم مناطق فيها الدهن شوي بلط، صار له زمان عندهم مش حابينه بشكل، مثل الورك مثلا، أوراك مثلا، في عندك البطن من تحت، في عندك الظهر من فوق، في كتير انه الدهن بيكون مركز فيهم. بقى الحلو بهذا البروجرامات اللي عندنا والمكانات انه منركز على هالمنطقة، بتصير السنت تنبسط بحالة انه عم تنزل من هالمنطقة اسرع من مناطق تانية. طيب اذا اليوم ست بلشت ببروجرام معين، ما بدي اقول علاج لانه هيدا شيء كتير حلو، لانه الشخص رح بيرجع بالنهاية يحصل على يلي بده اياه. لما شخص او اي سيدة بتتبع برنامج معين، بعد قدي وقت بتبلش تشوف نتيجة؟ اوكي. هلأ حسب هي أي بروجرام عم تعمله. إذا شفتي هلأ وقت نزلنا نحن والطابق الفوقاني، في عندك المكانات اللي بتشد العضلات، هاي اللي شد العضلات في كتير إنه النساء بيجوا لعنا بدهم بس يشدوا بطنهم. هلأ الفترة اللي نحن بنعملها بنعمل شهر، إذا كان في نسبة ترهل كتير بتاخد 2 وأيامات بتاخد 3 حسب قديش نسبة الترهل اللي عندهم. النتائج دغري، مش إنه أكيد في جلسة ما في ولا شيء، ولا جلسة بتنعمل بنفس النهار بس في شيء أنا عملته عندكم وشفته دغري بنفس النهار. انت ما بدك شيء، ما عملت شيء عندنا. بقى النتائج مبدئيا من بعد تاني، يعني خامس جلسه او تاني اسبوع ببلش تحس انه انا جسمي بلش يكسم، بلش ينزل فات من المناطق اللي بحبها. ومبدئيا كل زبونه بتفوت بتظهر بتجيب اختها وامها ولا لا 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 مينيموم. طيب رولا، في ناس ما عندها وزن زايد بس بتحب انه دايما تحافظ على شكل جسمها، ما عندهم وقت يعملوا سبور، هيدي الماشين يلي أنا جربتها فينا نخبر عنها كمان يلي عم يسمعونا. شخص يلي يمكن ما عنده منه ناصح بس بده يحافظ على جسمه بطريقة حلوة، هي هيدي اسمها البايو ستيميليشن ماشين، تحريك الكتروني للعضلات. بنحط مثل بادز على الجسم وين نحن بدنا نشغل، وبنحط البروجرام ويست المكنة على بروجرام معين، اذا كان بدنا شد او بدنا شوي تضعيف مع شد حسب البروجرام من نقي، وبتصير تحريك الكتروني للعضلات. يعني انت قاعده بتصير جسم بتحس كانك عم تعمل رياضه. بهيدي المكنة بنوصل لاغمق عضله بجسمك انت، لو شو ما عملت بالرياضه ما فيك توصلي لها. يعني مش هيك
كيلو تفيل ريلي الفرق على السريع، بتحسي على السريع. شفتوا كيف ما في منهم بكوربوفينو؟ يعني على أغمى عضلة بدكن توصلوا. في شغلة تانية، في كتير كمان ضعاف كتير، وبيكون التكستر تبع الجلد بيكون في سيلولايت. سيلولايت كمان كتير مشكلة بنعاني منها هون بالمنطقة عنا. في تريتمنت للسيلولايت، الحلو انه بنعمل كمان تست بنشوف السيلولايت اذا كان سيلولايت غميق ولا سوبرفيشل، وكل مكان يعني كل زبونة بنشغلها على مكانة معينة. يعني بمختصر مفيد اليوم، اي شخص بده انه يحافظ على جسم سليم وعلى جسم حلو في يجي على كوربوفينو. ما قاله الا كوربوفينو. في يجي على كوربوفينو، وكل سيدة عندها نظام خاص لها، مش الكل بيجي وبيعمل نفس النظام. والرجال حقهم وين؟ هلا قرر، نحن كنا ساحبين صرنا 15 سنة أصلا فاتحين نحن بهالمجال، ونسمع كتير كل ست بتجل عنا، خيي بده، جوزي بده، فتحنا كلينيك للرجال وبنعمل تنحيف للرجال هونيك. يعني ناطرينكم خلص بكره. فاذا حسان انت رح تنزل تشوف شو هي اخبار السليمينج بس هالمره للرجال. رولا انا بدي اقول لك ثانك يو، انبسطت انه شفتكم يوم بلشت نهاري معكم كمان بكوربوفينو. نحن رح نرجع لاستديوهات السرف ام لحسان، والسؤال عندك.